باسمكم جميعا أن نحيي الجماهير الرياضية التي اعتبرت وتعتبر من بين الأحداث التي ميزت حضور الفريق الوطني في قطر. وشاهدنا جميعا كيف أن الفريق الوطني في كل مباراة كان عندنا شعور بأننا نلعب في إحدى الملاعب المغربية، وهذا بشهادة الجميع وباعتراف مختلف الفاعلين داخل أجهزة كرة القدم العالمية. الحضور الجماهيري المغربي كان استثنائيا وكان أكثر من اللاعب رقم 12 للفريق. أنا كنت قريب من الفريق الوطني وكنت أحس بهذا الدعم اللامشروط اللي كانت يجي اللاعبين. وبطبيعة الحال لابد أن ننوه بعطاء أعضاء الفريق الوطني سواء أطورا تقنية أو محيطة باللاعبين من أطقم طبية وإدارية وبمجهود اللاعبين، اللي يمكن لي نقول لكم اليوم بأنهم رغم مجموعة من الإشكالات وفي مقدمتها الإصابات اللي كانوا كيتصابوا بها في مختلف المباريات، والإصابات نتاع كوفيد-19 اللي قست على الأقل لاعب نصير مزراوي ونايف أغريد، وما كل هذه العوامل ما خلتهم شيء أنهم يتهاونوا ولو للحظة واحدة شعورا منهم بمسؤوليتهم التاريخية. والواقع، وأنا هذه شهادة نقولها لكم وللتاريخ، أن الروح التي أبان عليها اللاعبون، أنا تنعرف لاعبين لعبوا منذ المباراة الثانية وهم مصابون بأعطاب، كان على الأقل خصهم يجلسوا 15 يوم، في مقدمتهم حكيمي والسايس وأمرابط ونصري، هادو كلهم ولاعبين آخرين اللي كما قلت تجاوزوا لعنة الإصابات، وكيف ما قلت لعنة الإصابة والتسرب كوفيد-19 وواجهوا كل المعيقات، وكانوا بحق أبطال يستحقون التنويه وأن ننويه به. هي فرصة أيضا لأشكركم جميعا على تعبئتكم وراء الفريق الوطني. ونتذكر الاجتماع اللي كنا قررنا فيه تغيير المدرب وكيف كانت الروح المسؤولية الجماعية. بطبيعة اليوم بعد الحدث وبعد الإنجاز تتقل أهمية اتخاذ مثل هذه القرارات، ولكن في حينها اللي بغى يستحضر القيمة الحقيقية لابد أنه يرجع للحين تاعها. فشكرا لكم مرة أخرى. طبيعة الحال الحضور نتاعنا في كأس العالم والمتميز والصورة اللي وصلت لها الكرة الوطنية اليوم تقتضي منا أن نضاعف المجهودات وأن نعمل في نكران اللذات بكل حزم وبكل وطنية. وهذه الأمور اللي قاموا بها اللاعبين وانتما هذه الخصال تاعكم في مختلف المواقع سواء داخل الأندية أو العصاب الجهوية أو المكاتب المديرية لمختلف العصاب، هذه الخصال اللي كانت عندكم لابد أن نجسدها ونرسخها على أرض الواقع. والمستقبل لن يقبل منا جميعا إلا هذه الخصال وهذه التضحيات، وسنكون بشكل جماعي حاضرين لاتخاذ كل القرارات في الوقت المناسب.